قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، في يوم القيامة يقتص من الظالم للمظلوم، وتنطق وتشهد الأعضاء والجوارح، وتظهر السوءات والفضائح، يوم يقف العبد أمام الله عز وجل بشحمه ولحمه وعظمه، الجسد مكشوف والقلب مكشوف والجوارح ناطقة، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في هذا الموقف وفي هذا اليوم وفي هذه الأهوال، ما النجاة وما المخرج؟ إن النجاة والمخرج في هذا اليوم العصيب في أمر واحد لا غير، ألا وهو تقوى الله عز وجل، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يوم عبوس قمطرير شره، وتشيب منه مفارق الولدان، هذا بلا ذنب يخاف مصيره، كيف المصر على الذنوب ظهور؟ تقوى الله عز وجل هي التي تنجيك من هذه الأهوال، تقوى الله عز وجل هي التي تجعل لك من كل ضيق مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله عز وجل هي خير الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. تقوى الله عز وجل هي الثمرة الأولى والهامة من الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لكن تقوى الله عز وجل التي تنجيك من هذه الأهوال والتي تجعل لك من كل ضيق مخرجا والتي هي خير الزاد والتي هي ثمرة الصيام، هل هي دعوة تدعى أو كلمة تقال؟ كلا، ما كل منتسب للقول قوال، لا بد أن تظهر تقوى الله عز وجل في قولك وفي فعلك وفي حياتك وواقعك وسلوكك وأخلاقك. تقوى الله عز وجل عرفها وشرحها علي رضي الله عنه حينما قال: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. تقوى الله عز وجل
لها معان كثيرة، فمن معاني التقوى الشعور برقابة الله عز وجل عليك، وبأن الله تعالى مطلع عليك ومحاسب إياك. هذا الشعور يجعلك تضع نصب عينيك دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الشعور برقابة الله عز وجل يجعلك وقافا عند أوامر الله عز وجل، وقافا عند نواهي الله عز وجل وحدوده، وقافا مع الأوامر بأن تلتزمها، وقافا مع النواهي والحدود بألا تتعداها، وإن كانت هذه الأوامر أو هذه النواهي مخالفة لعقلك أو لهواك أو لحياتك أو لعاداتك أو لطبعك. وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنت ساقي القوم في بيت طلحة، أي الخمر قبل تحريمها، وبينما أنا قائم أسقي فلانا وفلانا وفلانا، إذ جاء رجل وقال: أما بلغكم الخبر؟ قلنا: وما ذاك؟ قال: لقد حرمت الخمر، ولقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. من كان في يده كأس حطمها، من كان في فمه جرعة مجها، وقالوا: أهرق القلال يا أنس. فأريقت الخمور في شوارع المدينة حتى أغرقتها، ونادى الجميع: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. فلم يتعللوا رضوان الله تعالى عليهم باعتيادها، ولم يتعللوا بإدمانها. وهذا هو معنى من معاني تقوى الله عز وجل، أن يكون العبد وقافا مع أوامر الله ومع نواهي الله، وإن كانت مخالفة لهواه أو مخالفة لعقله أو مخالفة لحياته وعاداته. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ومن معاني التقوى كذلك حمد وشكر في الرخاء، وصبر ورضا وثبات عند البلاء، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان حامدا شاكرا عند السراء، صابرا راضيا ثابتا صلى الله عليه وسلم عند المحن أو الضراء. حينما ذهب بلال رضي الله عنه ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر، وجد النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي وهو يبكي، فبكى بلال رضي الله عنه لبكاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال بلال رضي الله عنه: يا رسول الله، تبكي هذا البكاء وقد غفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟
هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في السراء، تجده حامدا شاكرا مصليا باكيا لله عز وجل. فإذا انتقلت إلى حال الضراء أو الشدائد تجده صلى الله عليه وسلم صابرا راضيا. معلوم أنه صلى الله عليه وسلم اتهم بالسحر والكذب والجنون، وهو من؟ هو الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. ألقيت عليه الحجارة وألقيت عليه القاذورات، تقول له السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان من أشد ما لقيت يوم العقبة، يوم عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ودعوته ودينه عليهم فردوه وآذوه وألقوه بالحجارة صلى الله عليه وسلم. يقول صلوات الله وسلامه عليه: وبينما أنا راجع مهموم، إذ أنا بسحابة عظيمة قد أظلتني، وإذ بها جبريل عليه السلام فناداني: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما آذوك به، ولقد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فناداني ملك الجبال وسلم علي وقال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين فعلت. فقال صلى الله عليه وسلم: كلا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وكان ما رجاه وأمله صلى الله عليه وسلم، فأخرج الله عز وجل من أصلابهم من عبد الله تعالى وحده، ومن رفع راية الإسلام عالية خفاقا. فكان حاله صلى الله عليه وسلم في السراء حامدا شاكرا مصليا باكيا، وكان حاله في الضراء وعند المحن والشدائد صابرا راضيا ثابتا صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى من معاني التقوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.